هلا حبايبي، بتمنى الكل يكون بخير. اليوم رح نعمل توقعات برج الدلو. كيفكم حبايبي برج الدلو؟ بتمنى تكونوا بخير. وحعمل توقعات برج الدلو للشهر 7. إذا كنتوا جداد في القناة تضغطوا على زر الاشتراك وعلى زر الجرس ليصلكم كل جديد. واكتبوا لي في الكومنت إذا القراءة مشيت معاكم أو لا، أي توقعات بدكم نعملها. أول شيء بحس طاقتكم إنكم أوكي. أول شيء حبايبي طاقتكم، يعني بشوفكم إنكم أنتو مترابطين. أول شي بحسكم كأنكم مترابطين، مو عارفين شو يعني راح تبتلوا وشو راح تقدموا وشو راح تعملوا، مو عارفين. بيجوكم العروض بس انتو عينكم على الماضي. طاقتكم هاي بتراقبوا كمان، وناس على السوشيال ميديا بتراقبوا انتو حالة. طاقتكم بتاعت مراقبة حبيبي. بشوفكم يعني في شهر 7 من ناحية العاطفة، بشوفكم انكم راح تلاقوا الشخص اللي انتم يعني بتوأمكم. هذا كمان كارت الجوزاء، ممكن يكون هو كمان هذا الشخص من برج الجوزاء. اوكي anyway. اوكي بشوفكم انكم بتحبوا هالشخص، بتحسوا كأنه هو السعادة المكتملة، بتكون يعني السعادة بتكتمل مع هالشخص. ما في هالشخص ما بتكون عندكم سعادة، وبتكونوا حزنانين، بتكونوا بتحسوا كأنه كل شيء بتدمر لما ما بيكون معاكم هالشخص. يمكن كمان يكون من أبراج هوائية كتير، صراحة طلعت لي طاقات هوائية يعني دلو ميزان جوزاء. أوكي حبيبي فهمتوا علي، حسكم كأنكم كنتوا في علاقة ثلاثي، يعني كل وليكم كل الطاقات اللي طلعت معي. يا إما أنتوا يا إما الشريك كانت عندكم علاقة ثلاثية، مو كتير منكم يعني بعض الناس، وكل شي انهدم. يا إما أنتوا رحتوا وتركتوا العلاقة، يا إما هو راح وترك العلاقة، وكانت هالعلاقة توأم روح أو توأم شعلة. كمان بشوف كمان بصراحة يعني حقيقة ما رح توضح لك في شهر 7 يا برج الدلو. حقيقة ما رح توضح لك هذا الإنسان اللي تركك أو اللي تركته. حسيت إنك انجرحت، أنا حسيت إنه هو اللي جرحك وهو اللي كانت عنده العلاقة ثلاثية، لأنك أنت عندك عروض بس ما بدك تشوفها. حس كأنك هو اللي جرحك، هو اللي طعنك. هذا الإنسان رح يجي رح يكون تواصل بينك وبينه، رح يقول لك كل شيء، ممكن أشياء وأسرار ما كنت بتعرفها رح تعرفها، ورح يمد لك إيده يعني تعال نرجع تعال ننسى اللي راح. ممكن يقول لك يعني أشياء حقائق ما كنت على بالك وما كنت تعرفها. ممكن أناس تدخلوا بيناتكم أو شغل أو علاقة ثلاثية شخص آخر. فهمتوا علي حبيبي؟ أنا بقول يعني كل الطاقات اللي بتطلع لي هالكارت يعني حوز من اكتئاب. بحس كأنه الشخص هو اللي جرح قلبكم، هو اللي طعنكم، هو اللي كانت عنده العلاقة. بحس كأنه هو اللي كانت عنده علاقة ثلاثية. بس هذا الإنسان رح يرجع، هذا الإنسان يمكن توأم الشعلة أو توأم الروح. هو كمان بيحس إنه يعني علاقتكم، كيف رح أقولكم، يعني علاقتكم علاقة قدرية. الحزن وكسار كسرة قلب عندكم، بس هذا الإنسان راح يجي ويقدم لكم عرض، راح يجي بس هو بطيء شوي. استشفاء،
حقيقة راح توضح لك لما يجي يقدم لك فرصة، راح يقدم لك عرض، ولما يجي يقدم لك هالعرض راح يحصل تواصل، ولما يتواصل راح يقول لك حقائق، حقائق ما كنت بتعرفها، ما كنت بتعرف عليها ولا شيء، راح تعرفها حبيبي، راح تعرفوها الحقيقة، راح هو يحكي لكم كل شيء صار ورا ظهركم، أوكي؟ وراح يحكي بصراحة كتير، فهمتوا عليه حبايبي؟ يعني هذا الإنسان بصراحة شايفته راح يحكي كل شي عنده، وأشياء ممكن أشياء ما كنتوا بتعرفوها راح تعرفوها أشياء. بس بصراحة بدي أخذ لكم أوراق كمان أشوف ليش، يعني راح أخذ أوراق كمان، أترك هالأوراق مشان تعرفوا الطاقة. اوكي ليش شو راح يقول؟ ولا راح نسأل هذا الانسان لما يجي يحكي هل هو صادق في كلامه. راح يجي حبيبي بس هو بطيء شوي، راح يجي يقدم لك فرصة، بس يكون هذا الانسان صريح يعني. بصراحة هذا الإنسان يعني بشوف إنه راح يصير توازن وراح يخرج من إنه بيحس مربوط. هو هذا الإنسان يا برج الدلو، الشخص حبيبك أو حبيبتك بيحس إنه مربوط، إنه مربط مو قادر يتحرك، بس في الآخر راح يجي وراح تحس بالانتصار. هو عنده كمان عروض كتير بس هو ما على باله بهالعروض، بيشتغل على علاقتكم انتو الاثنين مشان ترجع أحسن من الأول بصراحة. ويعني يعني قرار يعني قرار الرجوع راح يكون انتو اللي راح تقولوا شو هو هذا القرار، شو هو يعني شو بتقرروا، يعني انتو الوحيدين اللي بتتحكموا بقراركم، فهمتوا علي حبيبي؟ بس هذا الإنسان راح يجي، برج عقرب، برج الجوزاء، طاقات نارية، طاقات هوائية، طاقات نارية، طاقات ترابية، وطاقات مائية، وطاقات ترابية وهوائية كتير، أوكي؟ هلا راح نروح نشوف المال، الحياة المالية ازاي راح تكون معاكم في شهر 7، كيف راح تكون معاكم؟ بصراحة في الأول بشوف يعني راح أخذ كم ورق. اوكي يا حبيبي، بشوف يعني في المال عندكم، في المال بصراحة بشوف كأنكم انتو في المال راح يكون عندكم احتفال، راح تحسوا بانتصار في شغلكم، في المال، في عملكم. يمكن حدا يكون ظالمكم في الشغل، أو بيقول كلام ورا ظهركم، أو شي راح يوضح لك هالأمر.
راح تعرفوا هالشعر، راح يعني راح تصير عدالة. يمكن حدا ما بيحبك في الشغل، حدا بيحكي عليك، يعني بيحب مثلا يعطيك شغل ماله شغلك ويقول لك هاك اشتغل. فهمتوا علي؟ بيرن عليك يعني الشغل. راح تظهر لك حقيقة ما في الشغل، وراح راح تظهر لك حقيقة ما في الشغل، وراح تعرف هاد الناس اللي ما هم بيحبوك عن جد، يعني بيستغلوا طيبتك وهيك. كمان بشوف انك في المادة يعني راح تكون مستقر، راح تبص لحالك اكتر، راح تدلع حالك، راح تعمل شوبينج او تسوق وتشري اشياء جديدة كمان، ويعني تدلل حالك اكتر. فهمت علي؟ وتهتم بحالك اكتر هالشهر. بشوف عندك اموال، يعني راح تخسر اموال كتير، بس خد بالك يعني ما تبدل اموالك في شيء ما له مهم. بس عندك استقرار، استقرار، عندك استقرار مادي بصراحة، عندك استقرار مادي. وخد بالك من أشخاص قرابين، يقربين لك في الشغل أو في حياتك عموما، بدهم يسرقوا معلومات من عندك. فهمتوا علي كيف؟ خدوا بالكم، يعني ما تبقوا تعطوا أسراركم لأي حدا. اللي يجي يقول لك احكي لي ولا شو ولا هيك، هذا الشيء خليه بينك وبين نفسك، أو شخص بتوثق فيه كتير. بس ما تحكي لأي حدا، تحكي أي حدا عنك أو عن عملك أو عن مسؤوليتك أو عن مشاكلك أو عن أي شيء هيك، حاول إنك تبعد عن هالموضوع، ما تحكي لحدا. لأنه بشوفك إنك لو حكيت كل العالم راح تعرف الشيء اللي أنت حكيت عليه، أو تحكي على فلان إنه ما هو منيح، أو تحكي على فلان ما هي منيحة. من الأحسن أي شيء أو أي انتقاد اتركه لنفسك، ما تقول ولا حدا ولا على أي إنسان أو على مشاكلك بصفة عامة. أوكي حبايبي، شوف عندكم استقرار، بس الأمور ماشي. إذا عملتوا الشيء اللي بقولت لكم إياه وتاخدوا الحيطة والحذر، ما راح يصير شيء سيء، وإن شاء الله ما راح يصير شيء سيء حبيبي. أتمنى كل يكون بخير دايما. برج الميزان طاقة ترابية وطاقة نارية. أوكي هلا راح نروح للصحة، شو صاير في الصحة، شو راح يصير. اوكي حبيب برج الدلو، هلا الصحة، راح هذا اللي تتحقق معكم، ما تخاف. يعني اذا بالحق يظهر لكم او عندكم قضاء، يعني قضية في المحكمة او شي هيك، راح تنحكم لصالحكم، ما تخافوا. العدل راح ينحق، يعني راح ينحق، يعني العدل راح يتحقق. أسفة حبيبي، وقعت كارت، أنزل أخذ الكارت، رقعت الورقة. أوكي حبيبي، في الصحة هلأ شو راح يصير في الصحة؟ أوكي بصراحة بشوف عندكم احتفال، احتفال كتير. يمكن يعني فيكم، مو كتير يعني، فيكم اللي بيشرب خمر راح يبطلوا، واللي بيسهر كتير راح يبطل يطلع سهرات كتير.
انه بيشوف كأنه بيتزعزع شوي استقراره المادي، يعني السهرات والشرب، فهمت علي كيف؟ ممكن يكون البعض منكم شوف، إذا كان عندكم بيبي صغير مريض راح ينشفى إن شاء الله، وراح تسمع أخبار، صراحة راح تسمع أخبار كثير حلوة. شوف كمان إذا كان عندك مشكل في النظر، يعني في عيونك أو بتوجعك عيونك، أو بتلبس يعني تعمل نظارة أو هيك. شوف يعني عيونك راح تتحسن، راح ما راح تضل زي كانت، يعني تعبتك أو تعمل نظارة، فهمت علي حبيبي كيف؟ شوف صراحة ما في شي بيخوف، بس لو إذا كان عندكم طفل صغير، ابنك أو ولدك أو أي شي، يعني طفل من العائلة أو صديقك ابنه أو هيك، راح ينشفه وراح تسمع أخبار يعني كتير حلوة. أوكي حبيبي، هلأ راح انتهت قراءتنا اللي ببرج الدلو. بحبكم حبايبي، اللي جديد في القناة يضغط على زر الإعجاب، واللي قادم يضغط على زر الإعجاب، واللي قادم يشترك في القناة ويضغط على زر سبسكرايب. بحبكم حبايبي كتير، بتمنى القراءة تكون تمشت معاكم، اكتبوا لي في الكومنت إذا القراءة تمشت معاكم أو لا، وإن شاء الله أشوفكم بخير. و I love you حبيبي، و باي باي.